صباح الخير، معك الكوتش فاتن حسن. اليوم رياضتنا رياضة البانجي، هي رياضة جديدة بتشتغل على كل عضلات الجسم، ومن أهم فوائدها هي بتعمل مطبطة للعمود الفقري، وبالإضافة بتحمل تقل الجسم عن الأرض. مع بعض أمام، أول شي بطلع مشي، تعود على الحبل حتى الحبل ما يسحبني، أنا بسحب الجسم بنيتي العضلية. كمان بطلع أمام تعم، برجع يسار، باخذ نفس دائما انا عم العب مشان ما اتعب. 2 3 4 5 6 7 8 بريح تحت. 2 3 4 باخذ نفس انا عم بلعب. 5 6 بنزل طعم. 7 عم شغل عضلات الداخلية للفخذ. 8 بديت يمين. 1 2 شوفوا انه هالتمرين من ورا البانجي انه ما بحس في ضغط على الركب ابدا. 4 5 6 7 8 برجع. 5 بضغط بجزعي بكتافي تحت. 2 3 4 5 6 7 8 أمام. 2 3 4 5 6 7 8 برجع خلف. خلف. 2 3 4 5 6 7 8 هلا بنزول خلف أمام بعمل دوران خلف أمام دوران كمان أمام دوران خلف أمام ضل هون بنزول أمام برجع خلف أمام خلف باخذ نفس أمام خلف بفرد جزعي للأمام لأبعد نقطة خلف. هلا بنزول كوبرا كمان مرة آخر مرة كوبرا. هلا برجع خلف أمام فوق خلف أمام فوق كمان فوق فوق بريح شوي خصر. 2 3 4 5 6 7 8 ايدي فوق بنزل تحت سكوات. 2 3 4 5 6 7 8 يعطيكم العافية. هيدا كل شي كان لحلقة اليوم، شوفكن بحلقة جديدة.